السلام عليكم، ازيكم؟ برحب بيكم اصدقائي المتابعين. فيديو جديد سالتونا عنه كتير الفتره اللي فاتت، وهو موضوع مده التقويم. ليكي بعض الحالات يا دكتور بتاخد من 6 ل 8 شهور بس، لا تزيد عن سنه. بعض الحالات التانيه ممكن تاخد سنوات طويله جدا. عايز اقول لكم ان انا جات لي حالات في العياده بقى لها 8 و9 سنوات مركبه تقويم. ليه الفرق الشاسع ده كله؟ النهارده انا جايب لكم 4 نقط مهمه جدا بتتحكم في مده التقويم، وبالتالي مده التقويم ممكن تكون قصيره وممكن تكون طويله جدا بناء على الاربع نقط دول. مهم جدا تركزوا معايا. النقطه الاولى وهي الاهم هي الدكتور، النقطه الثانيه هي نوع جهاز التقويم المستخدم، النقطه الثالثه هي تفاصيل الحاله، النقطه الرابعه هي التزام الحاله بالتعليمات. يبقى انا كده بكلمكم على 4 عناوين رئيسيه، طبعا هقولها لكم بالتفاصيل الكامله علشان نفهم الموضوع كويس جدا، بس قبل ما نروح للتفاصيل يا ريت تعملوا لايك سبسكرايب في القناه، نتاكد ان احنا عاملين تفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد، ما تنسوش تعملوا شير للفيديو مع اصدقائكم علشان تعم الفائده. انا دكتور اسلام نبيل، استشاري تقويم الاسنان والفكين، برحب بيكم مره ثانيه. هنتكلم النهارده على الاربع عوامل الرئيسيه اللي هي بتتحكم في مده التقويم، وناخد النقطه الاولى وهي الاهم هي الدكتور. اولا ضروري جدا ان حضرتك تكون فاهم ان في فرق ما بين دكتور ممارس عام وما بين دكتور اخصائي وما بين دكتور استشاري. اولا في القاعده العلميه اللي عنده، النقطه الثانيه في الخبره الاكلينيكيه والخبره الممارسه اللي شاف فيها حالات كتير مشت بشكل اكاديمي صحيح. وبالتالي اذا ان في فرق كبير في الخبرات وفي القدر العلمي اللي عند الدكتور الممارس غير الدكتور الاخصائي غير الدكتور الاستشاري، فانت لازم تكون فاهم النقطه دي كويس. النقطة الثانية برضو عند الدكتور هي هل الدكتور ده لو كان حتى متخصص هل هو محترف في شغله ومهتم بالتفاصيل وبيهتم بتفاصيل شغله وبيسجلها في كل زيارة وبيدي لحضرتك نسخة من الصور اللي هو بياخدها علشان تتابع معاه كل جلسة التطور اللي حصل فيه، ولا هو بيعتبر ان هو بيج نيم يعمل اللي هو عايزه وحضرتك طبعا هتتحرج ان انت تسأله لان هو دكتور كبير. لازم حضرتك تكون فاهم ان مسؤولية العلاج هي مسؤولية مشتركة ما بين الدكتور وما بين الحالة. يبقى دي كانت أول نقطة وهي الأهم. النقطة الثانية أو العنوان الثاني اللي هكلم حضراتكم عنه هو نوع جهاز التقويم المستخدم. هنتكلم دلوقتي على جهاز التقويم. لازم نكون عارفين ان في بعض اجهزه التقويم بتكون اجهزه متحركه وبعض الاجهزه بتكون ثابته. طبيعي جدا اول ما هيجي في ذهننا ان جهاز متحرك ان هو هيكون بطيء، دي نقطه. النقطه الثانيه ان هو هيكون مرتبط، هل الحاله بتلبس جهاز التقويم المتحرك ولا لا، زي الالاينرز زي انفيزا لاين او الاجهزه الريموفبل اللي هي بتحرك الاسنان حركات بسيطه، هل الحاله بتلبس وملتزمه بجهاز التقويم ولا لا لو كان متحرك. النقطة الثانية لو كان جهاز التقويم ثابت فطبيعي هتكون المدة أسرع شوية. طيب هنروح دلوقتي نتكلم على جهاز التقويم الثابت. يا ترى هل هو كان جهاز عادي، يعني عادي يعني جهاز conventional، جهاز fixed appliance يعني بسيط، إذا كان هو معدن أو إذا كان شفاف، دي نقطة. طيب هل هو جهاز عادي ولا هو جهاز ذاتي الغلق زي تقويم الديمون او التقويم الشفاف او المعدن ذاتي الغلق اللي بيكون ليه باب وبيتحكم في السلك وبالتالي بيتحكم في السن اكتر ويدينا الحركات اللي احنا عايزينها بشكل اسرع نسبيا، فاذا التقويم ذاتي الغلق بيكون اسرع من التقويم العادي ولا هو تقويم داخلي، دي نقط مهمه. طيب هل الدكتور متمرس واكسبرت وعنده خبره كافيه في التعامل مع جهاز التقويم اللي هو بيستخدمه؟ انا عايز اقدم لكم كده مثال بسيط عن جهاز العلاقه بين جهاز التقويم وما بين دكتور التقويم، عامله بالظبط زي العلاقه بين الطيار وبين الطياره. لازم حضرتك لو رحت الدكتور بروفيشنال لازم كمان جهاز التقويم يكون بروفيشنال ويكون براند محترم. ما ينفعش ان حضرتك تجيب طيار تروح مثلا عند دكتور بيج نيم ويكون دكتور شاطر جدا بس تقول له يا دكتور استخدم لي جهاز رخيص او جهاز سيء، ما ينفعش. هي معادله لازم تكتمل علشان نوصل لافضل نتيجه. لازم زي ما الدكتور بروفيشنال لازم كمان جهاز التقويم يكون براند محترم. ما ينفعش طيار تقول له سوق عربيه تكون لو يعني وتقول له طير بيها، هيطير بيها ازاي؟ دي عربيه، ازاي ان انت عايزه يتعامل مع العربيه على انها طياره؟ مش كافي بس ان انت تروح لدكتور يكون بروفيشنال، لازم كمان براند جهاز التقويم المستخدم يكون براند محترم ويكون يدينا الديتيلز والتفاصيل اللي احنا عايزينها، وده طبعا اللي بيختاره دكتور التقويم. نروح دلوقتي للعنوان الثالث وهو تفاصيل الحاله. عايز اكلمكم ان هنا في بعض الحالات فعلا بيبقى عندها قابليه ان احنا نخلص بسرعه، وبعض الحالات الثانيه بيكون عندها قابليه ان احنا نخلص ابطا شويه. طيب ليه؟ خليني اقول لكم ان نتكلم عن نقطه العمر.
جميعا نعرف ان الاطفال عندهم معدل الحركه بتكون اسرع شويه لان النمو في صالحهم ولان تجديد الانسجه والخلايا بيكون في صالحهم، فطبيعي جدا ان سرعه الحركه هتكون عند الطفل اسرع منها عند الشاب، اسرع منها عند المتقدم في العمر. فدي نقطه لازم نكون فاهمينها. النقطه الثانيه في طبيعه الحاله، هل الحاله بتاعتنا كانت حاله معقده ولا حاله سهله؟ هل الحركات بس احنا عايزين رصف بسيط في الاسنان ولا لا ده احنا عندنا عضه مفتوحه وعندنا اعوجاجات وعضه معكوسه وعلاقات فيها مشاكل كتيره جدا. طيب النقطه الثالثه في تفاصيل الحاله، هل الحاله دي هيكون فيها خلع من الاسنان الدائمه ولا لا الحاله دي هنعمل التقويم فيها بدون خلع؟ لان لو في خلع يبقى ده معناه ان في مسافات هنحتاج ان احنا نعمل لها غلق للمسافات دي، وبالتالي ممكن يكون وقت مدة العلاج في الحالات اللي بيكون فيها خلع أطول نسبيا من الحالات اللي بيتم فيها التقويم بدون خلع. دي طبعا القاعدة. نروح للنقطة الأخيرة في طبيعة الحالة، إن بعض الحالات بيكون عندها استثناء شوية، يعني بيكون عندها أسنان مدفونة، بيكون عندها مشاكل مش منتشرة ومشاكل نادرة لكن في نفس الوقت معقدة جدا زي الأسنان المدفونة أو الأنياب المدفونة أو الضروس المدفونة، دي ممكن تعديلها ياخد وقت أكتر شوية. فدي برضو نقطة لازم نكون فاهمينها قبل ما نبتدي نتكلم على مدة العلاج. يبقى احنا كده اتكلمنا على 3 عناوين مهمة، أولها كان الدكتور، النقطة الثانية كان نوع جهاز التقويم أو براند جهاز التقويم، النقطة الثالثة كانت تفاصيل الحالة. هنيجي للنقطة الأخيرة وهي الأهم من وجهة نظري المتواضعة، ودي علشان الحالة تخلي بالها كويس جدا ان النقطة دي مهمة خالص، وهي التزام الحالة بالتعليمات. هنتكلم الأول على أول حاجة في التعليمات هي التزامنا بالزيارات. لازم حضرتك تكون عارف ان العلاج مش بيتم ديليفري، لازم ان حضرتك تروح للدكتور في الزيارات المنتظمة اللي بيحددها الدكتور. خليني أقول لكم ان انا عندي بعض الحالات بشوفها كل أسبوعين، خاصة لو انا بعمل لها توسيع في الفك او اعمل لها جهاز متحرك او عامل جهاز لتعديل نمو الفك، وفي بعض الحالات التانية بشوفها كل 3 أسابيع خاصة لو كانت أطفال أو لو أنا مستخدم جهاز تقويم يكون سريع أو ذاتي الغلق، أو بعض الحالات التانية ممكن أشوفها كل شهر أو شهر ونص لو أنا بعمل حركات هتاخد وقت طويل أو أنا بالفعل عامل كنترول على الأسنان بدرجة أو أخرى. يبقى دي نقطة مهمة إن لازم حضرتك تبقى عارف إن الزيارات دي اللي بيحددها الدكتور ضروري الانتظام في الزيارات. النقطة اللي بعدها هي الأكل. عايز أقول لكم إن أنا مش بحب كلمة ممنوع مع حالات التقويم، إحنا هناكل كل حاجة لكن طبيعة الأكل هنغيرها شوية، يعني إحنا الأكل بتاعنا هيكون بشكل عام هيكون سوفت وسمول بارتيكلز، يعني الأكل هيكون أكل طري وفي نفس الوقت حتت صغيرة علشان ما يسببليش أي مشاكل أو أي ضرر سواء بالنسبة لأسناني أو بالنسبة للبريسز. طيب ماذا لو الحالة أكلت براحتها؟ إيه الباد سيناريو اللي هيحصل يا دكتور؟ هل ده هيخلينا ناخد وقت أطول؟ أيوه يا فندم، إن معنى إن حضرتك تاكل براحتك إن معناه إن فصوص التقويم ممكن تفك من مكانها وبالتالي ممكن تعطلنا في العلاج أكتر من شهر على كل تأخير أو كل فص من فصوص التقويم أنت ممكن تكسره. النقطة اللي بعدها وهي الهايجين أو النظافة. كيفية نظافة الفم والأسنان أثناء التقويم لازم الدكتور بيعلم حضرتك ده لايف في العيادة، لازم أعلمك ده كويس، ومش بس كده بديلك صور وفيديوز علشان تعرف تعمل ده كويس جدا في البيت قبل ما تتحرك من العيادة. بس كمان لازم الحالة تلتزم بنظافة الفم والأسنان بعد الوجبات مباشرة لأن تراكم الأكل ممكن برضه يعطلنا في العلاج. ودايما أنا بشبه لحالاتي القطار، لو كان القطار لقى قضيب القطر بتاعه وكان نظيف فبالتالي القطار هيمشي بسرعة جدا، لكن لو كان القضبان بتاعة القطر ده كان فيها بقى حاجات كتير ملقاة على قضبان القطار ده هيخليها تاخد وقت أكتر وبالتالي القطار لازم هيكون بطيء وإلا هيحصل حوادث. فالتزامنا بنظافة الفم هيخلي البريسز نظيفة، فصوص التقويم وهيخلي أسلاك التقويم نظيفة، وبالتالي حركة الأسنان على سلك التقويم هتكون أحسن وأسرع وهايجينيك، كمان هتكون الحركة هيلثي ما فيهاش أي مشاكل وما فيهاش أي التهابات. فدي نقط كلها مهمة جدا وكل ده بيصب في موضوع مدة التقويم. يبقى احنا كده اتكلمنا النهارده على 4 نقط مهمة، أولها وأهمها كان الدكتور، النقطة الثانية كان نوع جهاز التقويم، النقطة الثالثة كانت تفاصيل الحالة نفسها، النقطة الرابعة كانت التزام الحالة بالتعليمات. إذن هي مسؤولية مشتركة زي ما اتفقنا. خليني دايما أوصي حضراتكم زي ما احنا تعودنا إن ضروري جدا نختار دكتور التقويم بشكل دقيق علشان نتأكد إن هو دكتور محترف، وكمان نساعده إن هو يختار لنا الجهاز المناسب للحالة بتاعتنا، كمان ضروري إن احنا نلتزم بالتعليمات اللي بيحطها لنا الدكتور علشان نقدر نوصل إلى أفضل نتيجة ممكنة في أقل وقت ممكن. خليني أؤكد على حضراتكم
إن جهاز التقويم هو مجرد وسيلة، زي ما ليها فوائد ليها أضرار، فإحنا بنكون عايزين ناخد أكبر فائدة من جهاز التقويم اللي إحنا بنركبه ونتجنب الأضرار على قد ما نقدر. فخدوا بالكم، لو مدة التقويم طالت ده معناه إن المشاكل هتطول، معناه إن سطح السم هيتأثر بدرجة كبيرة، معناه إن جذور الأسنان هتتأثر بدرجة كبيرة ويحصل فيها تآكل وهكذا. فإحنا بنكون عايزين نفهم كويس جدا إن إحنا عايزين ناخد أكبر فائدة من جهاز التقويم ونحاول نقلل المشاكل اللي بتحصل، ومفيش داعي إن إحنا ناخد وقت طويل علشان المشاكل ما تكترش وبالتالي يحصل أضرار كتير إحنا في غنى عنها. أتمنى إن فيديو النهارده يكون أفاد حضراتكم، لو ليكم أي أسئلة تقدروا تسيبوها لنا في الكومنتات وإن شاء الله نطلع نجاوبها مع حضراتكم. كان معاكم دكتور إسلام نبيل، سلام عليكم، في أمان الله، باي باي.